خلينا نفتح كتاب الرياضيات. اليوم رح ناخذ وحده جديده مثل الملون ولا الاسود؟ مثل الملون. عندنا الوحده الثامنه. الوحده الثامنه هي عنوانها الكسور والاشكال الهندسيه. بس سؤال، ساري موجود؟ نعم مس. طيب هل أنا أسيل موجودة؟ أوكي. شايفين الصورة أمامنا؟ نعم ميس. هلا اليوم رح ناخذ إشي جديد. أخذتوه بالصف الأول. أخذتوه بالصف الأول اللي هو الكسور. وهلا إحنا خلصنا الضرب وخلصنا القسمة، اليوم رح ناخذ وحدة جديدة عنوانها الكسور والأشكال الهندسية. أخذته بالصف الأول الكسور، النص، الثلث، الربع، الخمس. شو يعني كسر؟ يعني مثلا واحد على خمسة نسميه خمس، اثنين على ستة، واحد على ستة قاسم نسميه سدس. هاي اسمها الكسور. هلا في الكسور لازم تكون الأشكال لما تكون مقسمة لازم تكون مقسمة إلى أشكال متساوية، تكون هاي الأقسام متساوية، ما لازم تكون غير متساوية. ماشي يا مس؟ إذا لازم تكون الأقسام متساوية. تتذكروا كيف كنا ناخذ بالقسمة لما بدي أوزع إشي لازم أوزعه بتساوي. نفس الشيء عندي الكسور والأشكال لازم تكون مقسمة إلى أجزاء متساوية، ما بصير يعني شكل يكون مقسم إلى إشي متساوي وغير متساوي، هذا يعتبر غير كسر، يعتبر مش كسر. ماشي يا مس؟ هلا خلينا نشوف اليوم درسنا الأول عن إيش بيحكي، عن كسر الوحدة. عندنا استكشف. قبل ما نستكشف خلينا شو بدنا نتعلم اليوم. أتعرف كسر الوحدة وأقرأه وأمثلة عليه. استكشف، ما الكسر الدال على الجزء الناقص من فطيرة البيتزا؟ عندنا شكل البيتزا، في جزء مأكول منها. هلا الجزء المأكول منها بدي أحطه فوق اللي هو كم قسم؟ واحد، صح؟ إذا واحد على عدد الأجزاء كلها مع المأكولة. خلينا نعدهم مع بعض. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ثمانية. ثمانية، لو سمحتوا ما نسي جاوب. على ثمانية. إذا الكسر هو عبارة عن العدد الأجزاء الناقصة. كم عندي جزء ناقص بفطيرة البيتزا؟ جزء واحد. إذا بدي أكتب واحد اللي هو الواحد يسمى البسط، يسمى البسط، على ثمانية اللي هي عدد الأجزاء كلها مع الأجزاء المأكولة. انتبهوا، مع الأجزاء المأكولة. إذا واحد على ثمانية ويسمى ثمن، يسمى ثمن. مفهوم يا ميس؟ عدد الأجزاء الناقصة على عدد الأجزاء كلها. بحكي لك كسر الوحدة هو جزء من عدد أجزاء الكل المتطابقة. واحد على ثمانية ويقرأ ثمن. هلأ الجزء الملون عندي جزء واحد، صح؟ أنا كتبت واحد وهو البسط، دائما فوق بنسميه البسط، والتحت اللي هو عدد الأجزاء المتطابقة جميعها وهو يسمى المقام، يسمى المقام، أخذناه بالصف الأول. العدد الفوق يسمى البسط والعدد اللي تحت يسمى المقام. الواحد اللي فوق هو عدد الأجزاء الملونة أو عدد الأجزاء المأكولة على عدد الأجزاء كلياتها مع العدد المأكول أو مع العدد الملون. مفهوم يا مس؟ هل عندنا هذا الشكل يسمى واحد على ثلاث. كيف يعني واحد على ثلاث؟ هلا كم عندي جزء ملون؟ عندي جزء واحد، إذا بدي أكتب واحد على كم عدد الأجزاء جميعها؟ هاي واحد، اثنين، ثلاثة، إذا بدي أكتب واحد على ثلاث ويسمى ثلث، يسمى ثلث. هلا طلع عندي هذا الشكل. كم عندي جزء ملون؟ عندي جزء واحد، هاي اللون الأورنج، إذا واحد على كم عدد الأجزاء جميعها مع الملونة؟
خلينا نعدهم، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن واحد على خمسة ويسمى خمس، يسمى خمس. هلأ عندي واحد على سبعة، واحد على سبعة. خلينا نعد، كم عندي جزء ملون يا ليلى؟ ليلى 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 كم عندي جزء ملون؟ واحد. إذا بدي أكتب واحد على، لحظة شوي، على سبعة. واحد على سبعة. ليش سبعة؟ لأنه أنا عندي عدد الأجزاء جميعها عددها سبعة. طيب ليلى، واحد على سبعة كيف بقرأه؟ سبعة سبع سبع. إيش بسميه؟ سبع سبع. طيب نيجي للشكل اللي بعده. كم عندي عدد الملون يا جنى؟ جنى نعم بس. كم عندي جزء ملون؟ واحد. وين بدي أكتبه؟ بالبسط ولا بالمقام؟ بالبسط. إذن فوق، وتحت شو بدي أكتب يا جنى؟ عشرة. إذن هم عشرة هي عنوان أو عدد الأجزاء المتساوية جميعها. طب واحد على عشرة شو بسميها يا جنى؟ عشرة. عشر. 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 إيش بسميه؟ عشر. عشر. ثلث، خمس، ربع، عشر. هلأ ماذا يعني الكسر واحد على خمسة؟ شو يعني واحد على خمسة؟ مثلا أنا عندي قطعة من البرجر بدي أكل قطعة منها. قبل ما بدي أكل بدي أقسمها إلى خمس أجزاء متساوية. خمس أجزاء متساوية، أكلت منها قسم. هلأ الجزء اللي أكلته اللي هو واحد، صح؟ إذن أنا بدي أكتب واحد اللي هو عدد الأجزاء اللي أنا أكلتها وهو البسط. هلأ الشحطة اللي تحت ما بين البسط والمقام شو بسميها؟ بسميها خط الكسر. خط الكسر على المقام اللي هو عدد أجزاء كلها اللي هم واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. فإذا تسمى واحد على خمسة بسميها خمس، بسميها خمس. على صفحة 52 يا مس نحل السؤال، على صفحة 52 تحت نحل السؤال، هي موجود أمامنا على الشاشة. بس 52 صفحة 52 يا مس، آخر إشي تحت. إذن ماذا يعني الكسر واحد على خمسة؟ اللي هو حطيت لكم مثال إنه أنا عندي قطعة برجر قسمتها إلى خمس أجزاء متساوية، نركز على كلمة متساوية، أكلت جزء منها. الجزء اللي أنا أكلته كم عدده؟ واحد. إذا بدي أكتب واحد على كم عدد الأجزاء اللي أنا قسمتها كلها؟ خمسة. إذا واحد على خمسة يسمى خمس، يسمى خمس. الكل كتب يا مس؟ طيب يلا ننتقل إلى أتحقق من فهمي. اكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون ثم اقرأه. خلينا نبلش بأوس. أوس. نعم مس. أوس اطلع لي على رقم واحد، بدنا نكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون ثم اقرأه. كم عندي جزء ملون يا أوس؟ واحد. إذن بدي أكتب واحد على كم عدد الأجزاء جميعها؟ ثلاث. مس طلع كم عندي جزء مقسم؟
إذا بدي أكتب واحد على ستة. طيب يا أوس، واحد على ستة ماذا يقرأ هذا الكسر؟ واحد على ستة. شو بقرأه؟ ست. شو بقرأه؟ ست. ست. ست يا مس. خلينا نشوف حلك صح أم خطأ. حكالي أوس إنه واحد على ستة. هل الواحد هي عدد الأجزاء الملونة اللي هي البسط على جميع الأجزاء كلها اللي هم ستة ويقرأ ست. يقرأ ست. برافو يا أوس، أحسنت. الكل يحل يا مس. نعم. بس الأشياء الحمراء الكتابات نكتبها كمان، مش الأرقام. هذا الكتابات. لا لا، هاي شرح مس، هاي شرح. بس اكتب صوت بس. يلا يا أندرا. 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 سامعني يا أندرا؟ طيب ننتقل لأسيل. نعم مس. أسيل، عندنا الشكل رقم 2، كم عدد الأجزاء الملونة عندنا؟ واحد. واحد على كم عدد الأجزاء؟ أربعة. مس، بدنا نعد الملون كمان. انتبهوا، أنا حكيت لكم أنا بشرح، بدنا نعد الملون. إذن واحد على خمسة، ويسمى ماذا يسمى هذا الكسر الواحد على خمسة؟ شو نسميه؟ خمس. بنسميه خمس. ايش بنسميه يا مس؟ خمس. طيب بدي اسالك يا اسيل، هل الاجزاء هاي متساويه؟ نعم. احسنتي. اذا اسيل حكت لي انه واحد الجزء الملون على عدد الاجزاء المقسمه جميعها وهو المقام، وعددهم خمسه. عددهم خمسه، اذا هو خمس. احسنتي يا اسيل. الكل يكتب. ننتقل لرقم 3. تيا. تيا. نعم مس. يلا يا تيا، شكل رقم 3، اكتب الكسر الذي يمثل على الجزء الملون. كم عندي جزء ملون يا تيا؟ واحد. واحد على ثلاث. إذا واحد على ثلاث، شو نسميه يا تيا هذا الكسر؟ ماذا يسمى؟ ثلاثون. ثلث. خلينا نتأكد من حلك إذا صح أم خطأ يا تيا. تيا حكت لي واحد على ثلاث. الواحد هي عدد الأجزاء الملونة ومنكتبه في البسط فوق اللي هو واحد على عدد الأجزاء جميعها وهي ثلاث. عددها ثلاث، ويسمى هذا الكسر ثلث. منسميه ثلث. أحسنتي يا تيا. كل حل. هلا السؤال اللي تحته بيحكي لنا ألون جزءا واحدا من كل مجموعة ثم أكتب الكسر الذي يعبر عنه. أنا عندي أشكال مش ملونة، بدي ألون بس جزء واحد وأعمل الكسر اللي بيعبر عنه. وصل الدور عند جاسم. جاسم ممكن تحل لي رقم 4 يا مس؟ جاسم سامعني؟ مس. يلا رقم 4، عندك شكل مقسم إلى أجزاء متساوية، بدنا نلون جزء واحد ونشوف شو الكسر الدال عليه. يلا، كم شو بدي أكتب في البسط؟ واحد. واحد على إيش؟ واحد على سبعة. طيب واحد على سبعة، ماذا يقرأ هذا الكسر؟ شو بنقرأه واحد على سبعة؟ شو بقرأه؟ سبع. أحسنت. خلينا نشوف حلك صح أم خطأ. بدنا نشوف حل جاسم البطل، هل هو صح أم خطأ. هاي لونا جزء واحد وعدد الأجزاء الملونة زي ما طلبوا منا، وهو عدد واحد اللي هو البسط فوق البسط، على عدد الأجزاء جميعها وهو المقام،
عددهم سبعة ويسمى سبع. أحسنت يا جاسم، برافو يا نسمة. نعم. عادي لو لوناها هاي الدائرة واحد من الثاني لون؟ بس عادي حبيبتي، بس المهم إنك تلوني جزء واحد فقط. أوكي. يلا يا جنى. جنى. نعم مس. عندك الشكل أمامك مقسم إلى أجزاء متساوية، بدنا نلون جزء منه ونقرأ شو الكسر اللي راح يطلع معي. يلا. بنحط واحد. أها. بالبسط. وثمانية. كم يقرأ؟ بتصير ثمن. خلينا نشوف إذا حلك صح أم خطأ يا جنى. جنى حكت لي واحد على ثمانية، الواحد هو عدد الأجزاء الملونة اللي أنا لونتها، اللي هي واحد وهو البسط على عدد الأجزاء جميعها، كم عددها؟ ثمانية. ثمانية ويقرأ ثمن. أحسنتي يا مس. برافو يا جنى، الكل حل يا مس. ننتقل لآخر وحدة، وصل الدور عند ساري. ساري. نعم مس. يلا يا ساري، لوني لي جزء رقم ستة واحكي لي شو الكسر اللي راح يدل عليه. يلا يا ساري. عدهن كم؟ ساري انت معي؟ نعم. يلا يا مس. ثمانية. كيف ثمانية؟ شو بدي اكتب فوق؟ واحد. اها. على تسعة. خلينا نشوف، حكالي ساري انه واحد على تسعة. اول اشي بدي الون جزء من الاشكال الموجودة عندي، هي لونت واحد اللي هو عدد الاجزاء الملون البسط على جميع عدد الاجزاء جميعها وهي المقام، وكم عددها؟ تسعة ويقرأ تسع. يقرأ تسع، الكل حل. مش حليت. طيب. مش حليت. اوكي مس. يلا ننتقل للسؤال اللي بعده، احل المسألة. اكتشف الخطأ. قال سامي إن الكسر الذي يمثل الجزء الملون باللون الأصفر هو واحد على ستة، هل ما قاله سامي صحيح؟ أبرر إجابتي. خلينا مع بعض نطلع على الرسم الموجود أمامنا. حالا نطلع على الشكل الموجود أمامي، عندي شكل دائري مقسم إلى أجزاء متساوية وعندي ملون جزء واحد، ماشي؟ هلا سامي بيحكي لنا إنه هذا الشكل يعبر على سدس، خلينا نتأكد حله صح أم خطأ. هلا كم عندي جزء ملون لون أصفر؟ جزء واحد، إذا بدي أكتب واحد على، خلينا نعد الأجزاء كاملة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إذا رح يكون الحل واحد على خمسة، بس سامي شو حاكي؟ واحد على ستة، إذا حل سامي صح أم خطأ؟ يا سلين الطرمان. خطأ. لأن اطلعوا مع بعض زي ما حليت أنا، عدد الأجزاء الملونة باللون الأصفر عددها واحد على عدد الأجزاء جميعها اللي هي عددها خمسة، إذا واحد على خمسة وليس واحد على ستة. سامي مخربط في عدد المقام، هو خمسة وليس ستة، الكل حل. إذا حله خطأ.
كل حال. طيب خلينا نشوف اللي تحت. نشاط منزلي، أطوي ورقة مستطيلة تحول إلى. نعم. إيش يا مس؟ أنا ما جاوبت ولا بالعربي ولا بالديات. مس ماشي بالدور. يلا أطوي ورقة مستطيلة الشكل إلى 10 أجزاء متطابقة، ثم أطلب إلى طفلي تلوين جزء منها والتعبير عنه بالكسر وقراءته. بدي أجيب ورقة مستطيلة وأقسمها إلى 10 أجزاء متطابقة. شو يعني 10 أجزاء متطابقة؟ يعني متساوية. ثم أطلب إلى طفلي تلوين جزء منها. هاي عندي أمامي ورقة مستطيلة الشكل مقسمة إلى 10 أجزاء متطابقة أي متساوية، ولونت جزء منها. وصل الدور عند سيلين الطرمان. سيلين الطرمان. نعم مس. هلا ماذا يمثل الشكل أمامك؟ شو كيف بدي أعمله كسر؟ كيف بدنا نعمل كسر؟ يلا. في عنا واحد ملون. طيب. واحد على. كم عدد الأجزاء جميعها؟ جميعها حتى مع المأكول أو الملونة. واحد اثنين. عشرة. إذن واحد على 10 ماذا يقرأ هذا الكسر؟ 10. برافو يا سيلين. سيلين حكت لي إنه واحد اللي هو عدد الأجزاء الملونة اللي هو البسط، واحد على جميع الأجزاء المتطابقة. نعم. كلها نقرأ كل الأجزاء المقسمة وهي عددها 10. إذن واحد على 10 يقرأ 10. أحسنت يا من. الكل يحل. الكل يحل. مش حليتها أنا. أوكي يا مس. مع بعض نفتح كتاب التمارين. نفتح كتاب التمارين. على صفحة قديش؟ بس على الدرس، لأن الكتاب مش معي. عند الدرس الأول اللي هو كسر الوحدة. صفحة 24. يلا. بحكي لنا الدرس الأول هو كسر الوحدة، اكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون ثم اقرأه. يلا يا سيلين الصناع. سيلين. طيب ننتقل لعمر. عمر. نعم مس. عمر طلع لي على الشكل الموجود أمامك صفحة رقم 1. بدي تكتب الكسر الدال على الشكل الموجود أمامنا. يلا كم عندي شكل، كم عندي جزء ملون يا عمر؟ واحد على 5. ماذا يقرأ الواحد على 5 يا عمر؟ خمس. برافو. خلينا نشوف حلك صح أم خطأ يا عمر. عمر حكى لي واحد هو عدد الأجزاء الملونة على 5 وهي عدد الأجزاء المقسمة إلى أجزاء متساوية ويقرأ 5. يقرأ 5 أي واحد على 5. برافو يا عمر. الكل يحل. الكل يحل معنا. وصل الدور عند فيصل. فيصل. نعم مس. يلا يا فيصل رقم 2 اكتب لي الشكل والكسر الدال عليه. واحد على 3. ماذا يقرأ؟ واحد على شو بنقرأ؟ ثلث. نقرأه ثلث. المفروض يكون نعرفه على الصف الأول. واحد هو عدد الأجزاء الملونة اللي هي البسط. واحد على
عدد الأجزاء جميعها وهم واحد اثنين ثلاث، إذا عدد الأجزاء جميعها عددها ثلاث، إذا واحد على ثلاث ويسمى ثلث. الكل حل. ماذا أنا سنين صنعنا ما حلت ولا مرة؟ مس ناديت عليكي أكثر من مرة ما رديتي، وأنا نبهت حكيت إذا بنادي مرتين وما حد بيرد رح أنتقل للي بعده. حلي لي رقم ثلاث يا سنين الصناع. سمعتني يا سنين؟ آه. يلا رقم ثلاث، اعملي لي الشكل الدال على هذا الكسر. واحد على عشرة. ماذا يقرأ الواحد على عشرة؟ عشرة. برافو يا سيرينا. حكت لي سيرينا انه واحد هو عدد الاجزاء الملونة على عدد الاجزاء جميعها اللي هو المقام اللي هو عشرة ويقرأ عشر. احسنتي يا مس. وصل الدور عند كندا. نعم مس. يلا يا كندا اعملي لي الكسر الدال على هذا الشكل. واحد على تسعة. خلينا طب واحد على تسعة ماذا يقرأ؟ تسعة. خلينا نشوف. كندا حكت لي إنه واحد هو عدد الأجزاء الملونة الموجودة أمامنا، وعدد الأجزاء الملونة هي واحد على عدد الأجزاء جميعها وهي المقام وعددها حكت لي كندا تسعة. إذا واحد على تسعة يقرأ تسع. يقرأ تسع. الكل حل يا مس. ننتقل للسؤال اللي بعده. ألون جزءا من كل مجموعة ثم أكتب الكسر الذي يعبر عن جزء الملون. وصل الدور عند مالك النجادة. رقم خمسة. يلا يا مالك. خمس. رقم خمسة. خمس. عندك شكل، عندك شكل أمامك مقسم إلى أجزاء متساوية، بدي ألون جزء منه وأشوف الكسر الدال عليه. يلا شو بده يطلع عندي الكسر يا مالك؟ ربع. يلا واحد على أربعة. خلينا على أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. من وين جبت أربعة؟ بالكتاب أربعة مش ثمانية. مش سامعة إيش حكيت؟ مس عندنا بالكتاب عندنا أربع أجزاء، مش زي ما عندك الرسمة مختلفة عن عندك. استني شوي بس أجيب الكتاب. الرسمة مختلفة. أي صفحة؟ الصفحة 25. أنتوا عندكم موجود أربعة، مش مشكلة منحلها على أساس إنها ربع، اللي واحد على أربعة، عدد الأجزاء الملونة واحد على عدد الأجزاء جميعها أربعة. يلا ننتقل لمريم. مريم. نعم مس. نعم. رقم ستة. يلا لوني لي جزء واقرأي لي الكسر رح يطلع لي. واحد على ثمن. واحد مش على ثمن. واحد على ثمن. واحد على ثمانية ويقرأ ثمن. بدنا نلون جزء. هي لوننا جزء. عندي عدد الأجزاء الملونة هي واحد على جميع الأجزاء كلها عددها
8 ويقرأ 8. أحسنت يا مريم. يلا يا ميرنا. ميرنا. نعم ميس. يلا رقم 7 لونيني جزء. يلا يا ميرنا. لونت. يلا هاي أنا لونت لك يا. شو الكسر اللي راح يطلع معنا؟ واحد. أربعة. برافو. ماذا يقرأ واحد؟ واحد على أربعة. شو بنقرأه؟ ربع. برافو. يلا يا ليلى. يلا رقم 8. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. واحد على سبعة سبع. خلينا نشوف نلون جزء من الأشكال معطينا إياها. وكم عدد الأجزاء كلها؟ سبعة. إذن واحد على سبعة ويقرأ سبع. أحسنت يا ليلى. ميلاد موجود معنا؟ طيب رح أعطي هذا السؤال لأسيل. أسيل؟ نعم مس. يلا السؤال الأخير رقم 9. أكل سليم جزءا من 8 أجزاء متطابقة من الفطيرة، ما الكسر الذي يدل على الجزء الذي أكله؟ عندنا عدد 8. برافو. هو أكل جزء واحد. إذن واحد على عدد الأجزاء كلها 8. وماذا يقرأ؟ 8. خلينا نشوف حلك صح أم خطأ. هي أكل قطعة. سليم أكل قطعة من الفطيرة. عدد الأجزاء اللي أكلها هي واحد على 8. عدد الأجزاء جميعها 8 ويقرأ 8. أحسنت يا أسيل. حلو لي هذا السؤال. كل حال نمس. هيك نكون خلصنا حصتنا لليوم. طول الدرس في البيت حضروا لي الكسور النص الثلث الربع كيف بنقرأه. ويعطيكم العافية. باي.